والله تنتلقى معك. انا عاد دين اصلا دين دين حسك يا الخنز. شك بحال ضربني. اه ياك اه بلا ما تخلي نضربك في ما يرضي. مراه مغربيه بمليار رجل. هذه المراه المغربيه التي كنت اتحدث عليها في فيديوهات او من خلال فيديوهات سابقه عبر هذه قناه لم الشمل منير 406، قناتكم جميعا، قناه لم الشمل بين المغاربه والجزائريين. شعارنا الدائم الابدي خلونا نعيش في سلام ووئام. تبعوا الفيديو من الاول الى اخره، وتلقاو رابط قناه كومي كيو اسفل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. بسم الله وعلى بركه الله. والله تنتلقى معك. انا عاد دين اصلا دين دين حسك يا الخنز. شك بحال ضربني. اه ياك اه بلا ما تخلي نضربك في ما يرضي الله. هاز شي بركه، غندير الوالده مسكينه مريضه عندها عمليه غدا، وانا هاز معايا شي بركه فواحد السويق النص تنعطي الوالده دير به العمليه. الله يستر اخويا، راه رجل هنا ورجل في الاخير ولا ما تموت. ونص الاخر نصدقوا في سبيل الله باش الوالده تشافى، غنديه للجامع. اه نبنيو به نبنيو به الجامع وفي سبيل الله ربي غتبرى الوالده وصافي. خشي ديري بخير، عندي واحد الزعبول عندك شي خنشه. لا خويا والو وايلو ديك ناخذ هاد الخنشه هادي ماشي ديالك. لا ماشي ديالي، ناخذها عادي. والكنز برو ماكس ديك اكس ماكس ويلي اكس ماكس برو ماكس. خويا هاد الامانه راه ديال مولاي اخويا. والكنز برو ماكس هذا كيفاش ديال مولاي؟ كان واحد السيد جالس هنا وكان هاد الصوت. شكون اللي كان جالس هنا؟ واحد السيد كان جالس. والله لا يعاون، وانا مالي الا كان جالس هنا. خويا على فكره كان كيهضر مع واحد السيد في التليفون وسمعته كيقول ليه بلي الوالده ديالو مريضه. انت انا مريض، انا مريض، انا بريت، انا بريت خويا بريت انا. ياك ياك دور معاك، دور هاك شد ياك دور. الفصرمه ديالي ما ديالك. لا شدي هاد شدي شدي. والكنز برو ماكس هذا ياك. شوف خويا واش انت نورمال؟ خليني نشرح لك بعدا السيتياسيون كيفاش دايره، حيت راه برا مسلم بحال بحالو. تخيل ان الوالده ديالك مريضه وخصك تعطيها باش الدواء. وانت فاش عرفتي مو مريضه؟ حيت كان كيهضر في التليفون وكيقول بلي النص ديال ديك الفلوس غيعطيها. انت علاش جالسه كتصنطي على السيد؟ هو راه كان جالس حدايا. يقدر يكون هو خويا، عافاك جاوبو. لا درا ديالي كنز برو ماكس لقيتو دابا. عافاك خويا غير جاوبو، يقدر يكون هو. كعلى بالكم خوتي هذا مقلب كما تشوفوا يا خوتنا الكرام. مقلب داروه لهاد المرأة المغربية من خلال قناة كومي كيو، مقلب مي مريضة. فوالا نكملوا نواصلوا الفيديو تاعنا، شوفوا الأخير ردة فعل على رياكسيون تاع هاد المرأة المغربية كي عرفت بلي هاد الشاكوشة فيها أو الساشي فيه أموال وهاتف 15 برو ماكس آيفون. ردة فعل تاعها، شاهدوا الفيديو حتى الأخير. الو السلام عليكم. وشكون معايا خويا؟ اخويا التليفون ديالي هو شي فلوس طاح ليا مرتي طاح ليا. اخويا راه تليفونك كاين هنا. اخويا نعم اخويا فوقاش طاح لك التليفون؟ اخويا غير فلوس الوالده مسكينه غدير العمليه مريضه. اين فلوس؟ الفلوس اللي كاينه في الصاك والتليفون الله يرحم والديك. ايه اخويا راه فلوسك امانتك باقا في بلاصتها اخويا، غير رجع. امك مريضه؟ راه اللي جلست بزاف والله ما كنتش عاقل فين جالس. امي مريضه مسكينه تموت. باش مريضه باش؟ خويا راك انت جالس حدا واحد الجرده، غير اجي خد امانتك الله يرحم لك الوالدين، راه السيد غيدير لك رزقك. شوف انا عرفتي فين كاين؟ فين كاين انت؟ انا حدا المحطه ديال الرباط ديال الكيران. لا خويا راه حنا في اليونس حدا واحد الجرده، الا عقلتي حدا واحد الديرون. شوف شوف حنا عرفتي فين؟ الرباط الرباط. خويا عافاك رجع رجع خويا خد امانتك. يلا شوف شوف اجي عندي الرباط. اجي امك مريضه الله يشافيها. راه انا مريض واش انا نبقى متبع هذا؟ انت دابا مالكي دابا تيش دخلك في هادشي كاع؟ خويا راه الامانه ديال مالي، راه كان السيد جالس هنا وكيقول بلي بغي خصو يداوي ماما. ما كنسمعكش انت باش كدوي بالسيلانس. خويا عافاك بعد مني نهضر معاك باش تفهم السيتياسيون كيفاش دايره. واحد السيد كان جالس هنايا في التليفون كيقول بلي الرزق اللي كان في ديك الخنيشه النص غادي تعطى لماما الدواء به، والنص غادي تعطي تبنى به واحد المسجد باذن الله. ودابا كان غيدي امو، دابا النص غاديهم انايا والنص غيبني جامع. انا راه باغي نبني بيت في السطح، عندي واحد خالتي كتفرع عليا راسي. اش من نوع ديال البشر نتايا؟ من نوع ديال البشر انا لحم كناكل لحم. واخويا راه انا ابو جاج جامع اخويا. خويا اجي راه باغي يدير لك رزقك. واخويا واخويا لا عندك اخويا. اسمع ها واحد يدو. شو خويا انا راه كنسينك قدام المحطه ديال الكيران، قدام انا قدام الكار دابا اللي غيمشي لاكادير انا في الرباط. لا خويا اجي راه حنا باقي حدا اليونس حدا واحد. انت اللي عندك تليفون ولا اللي عندك تليفون؟ خويا رجع راه باغي يدير لك رزقك. خويا متعصبين الله يرحم بها الوالدين.
شوفي نقول لك واحد القضيه. ما تقلبكش الانسانيه. انا انسانيه. صورك كانت الوالده ديالك اللي مريضه محتاجه الفلوس. انا راه هذا الوقت انا قتلتني انايا من الصغر وانا في التماره وانا بقى لي شي انسانيه. كاع دابا اش غديري كاع انا كاع غنمشي انايا. خويا ما كتفهمش. امك يا. حيت انا كنهضر معاك. خويا من كوليه لراجل. عافاك ما تخلينيش نتكلم. كوليه لراجل. مي هاد السيد مول القناة تحياتي ليه صراحة يمثل بسم الله ما شاء الله شفت العديد والكثير من الفيديوهات المقالب اللي يديرها بسم الله ما شاء الله عليه صراحة تلقاو رابط قناته اسفل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. أستاذ أنا خليني نمشي دابا. خويا باينة فيك حالة الأستاذ منك ما عندكش حتى الأخلاق ديال الرجال. عرفتي دابا اش غندير عشري كارطونة ديال خويا ماشي خصايا ديال الرجال هادو وخا تكون ما عرفت منين جاي وخا تكون ماشي مسلم. سوليني الجيران واش غينعسوا اليوم والله ما نعسوا اليوم أنا غادي. أو لا ديتيه بالله أو لا ديتيه بالله أنت ما كتفهمش وا عبد الله وتصور أن أمك اللي مريضة. أمي أنا مريضة في الدار ناعسة كتضرب مسمن. خلينا غير نجاوبوا هاد السيد نحلوا هاد المشكل. خويا ألو بلاتي أخويا أخويا قصوني ليا. رجع أخويا راه السيد قصوني ليا رحم بها الوالدين. اش حنايا مجوجين أصاحبي وأنت كتقصوني ليا أصاحبي. خويا رجع راه باغي يدي لك رزقك. ما كاين لا الله رحم بها الوالدين لا والو أصاحبي عطيني الثقة أصاحبي. خويا راه غيدي لك رزقك ها العار لا ما رجع. سير تولاد لقيتي حاضي أنا أختي مابقاش حاضي أنا الله يرحم بها الوالدين خليني نمشي. خويا الله يرحم لك الوالدين غتجلس هنا تيجي مول هاد الأمانة. والله ما قالتش شك بحالك خويا غتسيني. خويا عافاك لما جلس هنا تيجي مول الأمانة. أنا غنمشي علاش؟ لا خويا غتجلس. علاش؟ لا غتجلس. اش غديري؟ تيجي خويا مول الأمانة. اش غديري كاع؟ لا خويا تيجي مول الأمانة يدي أمانته. والله خليني نوض أختي الله يرحم بها الوالدين ما بغيتش نضربك ولا ندير لك شي حاجة. إلا كنتي أصلا أنت ما بين حيت خصايا الشمايت اللي بحالك يقدروا يمدوا يديو مع الوليات. نيت أنت راك ولية بحالي بحالك. واش باغي ندور معاك؟ بقى فيك الحال. ما كاين حجاب. بقى فيك الحال؟ لا ديك الفلوس ديالك؟ ديك الفلوس ديالك كنخدم عليها؟ عرقتي عليها وشفتي عليها؟ راه ديال الله كلشي ديال الله. كلشي ديال الله كلشي ديال الله الناس عرقان علينا. الله يغطي علينا مالك ديالنا الزوينة. سير الله يحفظه. هاك شدي شدي خليني. دابا غتلقيني ودابا انا وراح نقول عبد الله شطا راجيم غطي ريتشي وتتلقيني خليني نمشي. عبد الله شطا راجيم خويا نعس الشيطان. وانت راه سيدي نعس الشيطان خويا نعس الشيطان. والله لا داهم نعس الشيطان. لا غنمشي وتتلقيني خليني نمشي. خليني خويا نصوني على السيد نعرفوا فين هو نعطيو امانته. واقيلا انت ماشي نورمال واش داير شي حاجه؟ واش داير شي حاجه؟ لا خصنا الفلوس انا. خصك الفلوس؟ وقلبك ما فيهش اخويا الانسانيه اللي غدي لديك السيده رزقها مسكينه غتبقى مضيعه. كيفاش دارك دابا انت؟ واش ما عندكش الوالده ديالك؟ وانت خليني انا اللي غدي ذوبتي اش غدي؟ خويا ها العرا ما جلست. وعافاهمك دابا على اللوجيك خويا من الصباح وانا نجلس مع نهضر معاك بالادب. ياك؟ بلا ما تخليني نضربك فيما يرضي الله. قلت لك كيفاش تضربيني فيما يرضي الله؟ سمعت نسولك واحد السؤال الله يرحم بها الوالدين. دابا انا اللي كان اللي غندي هاد الشيء انت هي مالكي؟ لا خويا انا شاهده. انا خويا انا ما بغاش ندير. انا باغي ندير ذنوب. انا سمعت شاهده. سمعت ديك السيد كيهضر وكيقول بلي ديك الامانه ديال الوالده ديالو مريضه ما نقدرش اخويا نخليك تمشي انا وذنب ديك المريض يبقى على كتافي. انت اش ذنبك انا حيدو حبو دابا شي صافي خليني نمشي الله يرحم بها الوالدين. خليني نمشي عبد الله ورا والبيستري ديال الشراب غيسد. غنبقاو اخويا هنا تيجي مول الامانه يدي امانه. والبيستري ديال الشراب غيسد خليني نمشي انا مزوق فيك باغي ناخذ بيره. دابا غتلقى ولا غنتلقى معاك؟ دابا انت غتلقى معاك. انا غنتلقى معاك. لا سميتك راجل تلقى معاك. والله تنتلقى معاك. انا عندي الاصل ديال شتك يا الخنز شتك على ضرباني عطاتو بصفر راه داك تلقى مني تلقى مني صافي نعطيك نسولك واحد السؤال نسولك واحد السؤال عافاك سمحي راك انا راك خافيه والله راك انا خويا راه حنا زعما بحجابنا وما حشمتيش لا راه كنصور شوم عليك لا خويا ما تبينيش السيد السيد والله تاع كاميرا خفيه ضحك لا خويا حيد ديك الكاميرا خفيه انا كاع ما جايين ندير كاميرا مازال ما تيقتش باللي كاميرا خفيه كاميرا خفيه ورجع بعد ديك الامانه المولاه لا راه ماشي مولاه والله حتى كنصور ورا دايرين انت شير شير بيدك شير شير كنصور حد الان ما راه حد الان ما راه دوك السيد اللي كان جالس حداك واحد الخنشه وحشوم عليك اخويا على هاد الحاله هادي خلينا خليتي انا كنترعدو كاملين كاع والله الا كاميرا خفيه حشوم عليك اخويا سمحي لي بزاف لا بغيت صح ديك الامانه ديال المولاه والله الا راه هو السيد اللي حاطه راه غدوزي في كاميرا خفيه حنا بغينا غير نجربوك الا بمسموح تباني معايا اختي واحد الامانه اخسرها فيما يرضي الله انا خويا خلي عندك الامانه علاش ما بغيتيهاش لا خويا لا صافي الله يحفظك وهانيه تباني معايا هذه المراه بحد ذاتها درس والله هي بحد ذاتها درس هذه هي المراه المغربيه التي كنت اتحدث عليها في بعض الفيديوهات على قناتي عندما اتحدث عني المراه المغربيه العفيفه والشريفه صراحه موقف لو تحطها هذه المرأة مع مليار مرأة ومليار رجل في العالم على الميزان فالكفة تاع هذه السيدة تغلب الملايير من البشر الذين يعيشون معنا أو بيننا في هذه الحياة قلة قليلة فئة قليلة من الناس اللي ما زالهم بعد العقلية
حفظهم الله بسبت هذ الناس المؤمنين اللي ما زالوا عايشين في هذه الحياة، اللي ما زال الحياة تستمر وما زلنا نكملوا في هذه الحياة. بسم الله ما شاء الله عليها وعلى المرأة المغربية والنساء الحراير الشريفات والعفيفات أينما كنا في بقاع العالم، وتحية خاصة وخالصة لهذه المرأة، وأتمنى أنها تشاهد الفيديو التاعي من جزائري من قلب الجزائر. وحييك أختنا في الله، جزاك الله كل خير والله يكثر من أمثالك، ودعوا لها بالخير أسفل في التعليقات، وقولوا لنا أراءكم حول هذه المرأة والمرأة المغربية بصفة عامة اللي تنتهك ولا يصفونها بأوصاف ما تليقش بها. لهذا الشيء طرقت لهذا الفيديو، لأنه الناس تروح دائما للسلبية، الإيجابية ما يشوفوهاش. احنا في قناة من أبي زير وصيص كما عاهدتمونا دائما مع البوزيتيف مع الإيجابية، شعرنا الدائم الأبدي. خلونا نعيش في سلام وآم. دمتم في رعاية الله وحفظه. لفيديو آخر، السلام عليكم.